السلام عليكم. هذا الفيديو سيكون إن شاء الله عن طريقة وضع غلاء الأظافر. أول ما أبدأ به هو إزالة غلاء الأظافر القديم. أن تستغربوا هذا، لكني أستعمل مرطب الشفاه شفاف لترطيب زوايا الظفر. إنه جدا فعال لتركيزه العالي، فأنصح به كل السيدات. أظافري للحصول على الشكل المرغوب، وهو الشكل المربع ذو الحواف الناعمة. عند استعمال مبرد الأظافر حاولي أن تكون حركتك في اتجاه واحد حتى لا تكسري الظفر. امسحي جانب من الفرشاة ابدأي بلصة الظفر مع دفع الفرشاة قليلا باتجاه البشرة. احرصي على عدم وضع غلاء الأظافر على البشرة. جزيلا لمتابعتك. لا تنسي أن تضغطي على زر سبسكرايب. في حماية الله دمتي.